اللي صار الليله انه بعد مداولات في المحكمه بعد شهر من تقديمنا للالتماسين لمحكمه العدل العليا، الجيش كان مطالب بهدم المنزل مره اخرى، رفعنا استئناف. وبعد الجلسه الاولى دخلوا بجلسه المداوله، ويوم الاثنين قررت الجلسه انه مصادق على امر الجيش بهدم المنزل. هدمنا المره الثانيه هذا الهدم، والهدم ما له داعي ولا له مبرر. المره الاولى كان بحجه الامن وتنفيذ عمليه، المره هاي ما في اي عمل، ما صار اي عمل، ما معي اي مصادره للمنزل، علما بان صاحب المنزل اخوي، واخوي انسان من اصحاب ذوي الحاجات الخاصه، واجى الجيش وصوره في البيت ورجينا لضباط المخابرات هذا صاحب البيت وهذا اخوي والمحاميه، ورفعنا كلياته لمركز القدس الا انه هذا ما اسعفناه. تكرار عمليه الهدم هي عباره عن عقاب واضح، عقاب جماعي لنا، وإعاده الهدم مره اخرى زي ما حكيت لك ما له داعي ولا اي مبرر ولا في اي قانون بالعالم. لو بتشوف الملف والاوراق الثبوتيه الموجوده في ملفنا بتقول هاي القضية ربحانة، ولكن الاحتلال هو عدوك وهو حاكمك وهو ظالمك. ما بتوقع من الاحتلال انه ينصفني. يا شباب اطلعوا.